يعني معظم المسيحيين ما عندهمش مفاتيح الفرق والفهم في قراءه الكتاب المقدس بين العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم قائم على فكره الشريعه والعقاب ما كلمه الناموس هي, هي الكلمه اليونانيه نيموس ومعناها القانون او الشريعه الله هو مصدر التشريع وهو مطبق العقاب ومن ثم فالعهد القديم انتهى بالإنسان إلى فهم إن ربنا هو الذي ينزل العقاب واللعنة والانتقام من الإنسان عقابا له على خطاياه هذه الرؤية مختلفة عن رؤية العهد الجديد تماما لان رؤيه العهد الجديد يعني نقدر نشوفها في العباره الانجيليه اللي بتقول اجره الخطيه موت اجره الخطيه موت ب... بعيون العهد القديم يعني عقاب الخطيه الموت واجره الخطيه موت بعيون العهد الجديد معناها ثمره الخطيه الموت العهد القديم بيحكي عن ال, ال... أعاصير المدمرة اللي سميت الطوفان اللي أغرقت الأرض زي ما أغرقت ولاية فلوريدا هنا السنة اللي فاتت مثلا هذه الأعاصير المدمرة هو بيقول أنها عقاب من الله على الشر أن الإنسان صنع الشر فها الله يعاقبه باللعنة واللعنة هنا هي الأعاصير أو الطوفان <applause> الآن الإنسان اكتشف وفهم أن الأعاصير ليست عقاب من الله ولا حاجة ولكنها ناتجة عن الانبعاثات الكربونية اللي تسببت في ارتفاع درجة حرارة الأرض إذا فالأعاصير نتيجة لتصرف إنساني خاطئ وليست عقاب من الله، أهو ده الفرق بقى بين الطريقة بتاعت العهد القديم في تقديم الفكرة للإنسان القاصر وبين رؤية العهد الجديد في مخاطبة الإنسان اللي رقاه لمستوى إنه يبقى إبن لله وهو أن اللعنة في العهد القديم عقوبة من الله، الله اللي بيوقعها. لكن اللعنة وده احنا خدنا مثال أهو مثلا الأعاصير. اللعنة في العهد الجديد ثمرة لسلوك خاطئ أو موروث خاطئ تسبب فيه الإنسان. وليست إجراء بيوقعه الله فمن الذي يوقع اللعنه؟ الذي يوقع اللعنه التصرف الخاطئ او الموروث الخاطئ او الاجراء الخاطئ ومين اللي عامله؟ الانسان هي 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 الفكره واحده ان السبب هو التصرف الخاطئ بس في القديم رجع العقوبه او النتيجه الى انها عقاب الله الجديد وصل بنا الى الفهم الناضج ان ما فيش عقوبه ولا حاجه دي ثمره مش عقوبه العقوبه ليست عقوبه بالمعنى بتاع العهد القديم ولكنها نتيجه بمعنى فهم رؤيه العهد الجديد طيب هل الله هو الذي يلعن الذي يلعن هو الذي يصنع الخطا اللعنه هي نتيجه الخطا مش الله اللي عمل الخطا هو ده اللي انا عايز اوضحه للمشاهد ان دي طريقه فهم الانسان القاصره بتاعت الانسان العهد القديم طريقه فهمه ان الله هو اللاعب الوحيد والرئيسي هو اللي بيشرع هو اللي بينفذ هو اللي بيقول وهو اللي بيعمل لا العهد الجديد أن الإنسان حر وهو شريك ومن ثم فما يزرعه يحصده فاللعنة جت منين؟ إيه؟ لأنه زرع الخطأ، زرع الشر، زرع الانبعاثات الكربونية، فحصد الأعاصير وهكذا فهو زرع خطأ فحصد شرد اللي هو اللعنه. عكس او 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 فهم مغاير للقديم اللي فيه الانسان يعني يكاد يكون مسير، الله هو اللاعب الرئيسي والوحيد اللي بيشرع ويعاقب وينفذ ويعمل كل حاجه، اللي هو عامل عقله بعقل الناس وقاعد ماسك لهم العصايه كل ما يغلط يضرب لا الموضوع بالعادة الجديد مش كده. موضوع ان الانسان ناضج وحر ومسؤول وما يزرعه فهو يحصده